أول خبر، أمس عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع حضره رئيس الوزراء، محافظ البنك المركزي، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والمالية والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. الاجتماع تطرق إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة، واللي أسفرت عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لأعلى مستوى له من مارس 2011. وجه الرئيس بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي مع مراعاة محدودي الدخل للفئات الأولى بالرعاية والحيلولة دون تأثرها بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.